وهذا سائل من فرنسا يقول: أريد أن أهاجر أنا وزوجتي إلى بلاد الإسلام، ولكن زوجتي عندها مرض وليست في حالة مستقرة وتتابع العلاج هناك ولها أدوية خاصة. يقول: إذا لم تتناولها ربما أصيبت بمرض خطير. يقول: ما حكم هجرتنا إذا كان حالنا ذلك؟ العلاج يجوز للإنسان أنه يعالج في بلاد المشركين، فإذا زال عنه المرض يرجع إلى بلاد المسلمين، هذه حالة مستثناة، فتجوز الإقامة بقدر الضرورة مع التمسك بالدين. نعم.